تعد حلاوة الجبن من الحلويات التقليدية الشعبية التي تشتهر بصناعتها حمص منذ عشرات السنين، وسميت حلاوة الجبن بهذا الاسم لأن الجبن عنصر أساسي في مكوناتها. ولكي نتعرف على طريقة صناعتها زرنا معمل السواس في المدينة لما له من بصمة متميزة في تحضيرها وتقديمها بأنواعها المتعددة. عمرها عشرات السنين وهي أبا عن جد يعني متوارثين للمصلحة، فحنورثها لاولادنا ان شاء الله. وهي انواع، في عندك حلاوه الجبن بالقشطه، في بالحليب، يعني بتختلف الاصناف تبعيتها والانواع تبعيتها. لا هي اساسا حلاوه الجبن بس بالرز، بس معها تطورت وان شاء الله حنطورها اكثر واكثر. وهي اكله شعبيه مطلوبه، يعني انه الفقير بياكلها والغني بياكلها. كل المواد التي تدخل في صناعة حلاوة الجبن تحضر في قدر نحاسي كبير ليمتزج الجبن مع السكر والسميد حتى يتماسك، ثم يصب في صوان مدهونة بالسمن العربي وتمد وتبرد لتكون جاهزة للحشو واللف بالقشطة العربية أو الحليب أو من دون حشوة، وتزين بالفستق الحلبي والقطر. من نطبخهم على النار ليشبكوا بين بعضهم، بعدين مندوب الجبن على النار كيلو جبن مقاديره، بعدين مدعك الجبن بالحلاوي وبالمازهر وبنعملها رقائق مشان لف الاشطه. انا من الشام جاي خصوصي لاكل حلاوه الجبن لانه هي مشهوره بحمص، واكله تراثيه ومقبوله وسعرها رخيص وكل العالم تحبها. اكيد اخذ عائلتي ولضيوف الي رفقات باخذ لهم انا على طول. هذا النوع من الحلويات مأكول يومي، لها كثيرة بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ الذي لا يقاوم، فهي من أكثر الأصناف التي تهدى أثناء العودة من السفر ومطلوبة في كافة الفصول والمناسبات. من معملي ومحل السواس لصناعة حلاوة الجبن والحلويات بحمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.